يا جماعة الإعلام ده مش عافية. الإعلام ناس بتشتغل على نفسها وما بتنامش. أنا قلت لك إيه في بداية الحلقة؟ أطير إلى أبو ظبي، ومن أبو ظبي إلى زميلنا المسؤول عن ملف نادي الزمالك الأستاذ أحمد وجيه. قلت لك الصورة اتسربت من واحد من الاتنين محامين، أو اتسربت من واحد من اللي كانوا قاعدين من مجلس الإدارة. جاءني الآن مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر تغيير أحد المحامين بسبب تسريب صورة عبد الواحد السيد وشلبي ودونجا. اللي اتغير ما قالوش اسمه، ولكن ننفرد معكم بالمحامي الجديد حسن الرياني. مجلس إدارة نادي الزمالك يختار حسن الرياني بديلا عن أحد المحامين اللي حضروا منذ ساعات مع لاعبي الزمالك دونجا وشلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد. من أبو ظبي جاءنا الخبر، والتفاصيل من هنا من مسؤول ملف نادي الزمالك أحمد وجيه، معنا من غرفة الإعداد. أحمد وجيه، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك كابتن عبد الناصر زيدان وكل الضيوف الكرام، كابتن سامع الفيوم وكابتن وجيه احمد اللي بتشرف ان اسمي مشابه لاسمه. طيب اتفضل سريعا عشان مش فاضيين للمغازله عشان وقتنا ضيق. حسن الرياني يا نجم تم تعيينه منذ دقائق، وظنوني او تحليلي جاء في محله، هل بسبب تسريب الصوره او اسباب اخرى؟ بالفعل كابتن عبد الناصر، تم تغيير احد المحامين اللي كانوا مكلفين بالدفاع عن ثلاثي نادي الزمالك اليوم، واتضح ان سبب طبعا الصوره عملت لغط كبير جدا، وتظن البعض او البعض ظن ان الصوره تم تسريبها من جانب الاماراتي، لكن بعد ما نادي الزمالك يعني تاكد ان اللي سرب هذه الصوره من الدفاع المصري او الدفاع اللي كان مكلف بالدفاع عن الثلاثي نادي الزمالك، واحد المحامين طبعا هات الصورة. النهارده احنا عندنا اثنين محامين، محمد المرزوقي وعبد الله جمعه. هل اعلنوا مين فيهم اللي مشى، ولا اعلنوا المحامي الجديد؟ البعثة يعني الكلام اللي طلع من البعثة منذ دقائق كابتن لينا ما وضحش اي من الثنائي عبد الله، ولكن اعلنوا ان المحامي الجديد اسمه حسن الرياني. بالظبط. يبقى اذا احد المحامين هو الذي تم الاستغناء عنه وراء تسريب هذه الصوره. بالظبط، هو المتسبب يا كابتن في ان الصوره المتداوله اللي عملت ضجه كبيره، و يعني عملت اثار الجدل، وظن البعض من هنا ان الجانب الاماراتي هو اللي كان يعني قاعد بقى يقول ده تصيد ده مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن اتضح في النهايه لسه الكلام يعني جاي لنا من البعثه حالا ان الدفاع المحامين اللي كانوا مكلفين عن الثلاثي الزملكاوي اليوم هم المتسببين او هو المتسبب. تمام. عن الصوره المتداوله. طيب. كمان جاءنا من البعثه انه حتى الان لم يخبروا بان في جلسه باكر الخميس، والامور على ما هي عليها الجلسه الثلاثاء 29/10. بالظبط يا كابتن، حتى هذه اللحظه الالتماس اللي نادي الزمالك قدمه او الدفاع نادي الزمالك قدمه عن تقديم الجلسه للغد او اليوم، خلاص احنا عندنا الساعه 12. الموضوع يا كابتن لحد دلوقتي لم مفيش جديد فيه، الموضوع زي ما هو يوم الثلاثاء المقبل زي ما هو، لكن يا كابتن المفاجأة والكلام اللي جاي لنا برضه من البعثة ان يمكن النهارده يبقى فيه كلام. ايه هو الكلام والمحاكمة ما مش عارفين، بس جاي بيقول لك ممكن النهارده بعد البيان اللي اصدره نادي الزمالك منذ ساعة او اقل من ساعة كمان، بيقول لك بعد البيان ده ممكن النهارده الخميس يطلع قرار تعيد لكل الزملكاويين ولكل المصريين. ايه هو يعني مش عارفين، يعني حوالي نستفسر البعثه. يا جماعه الخير، انا بحترم كل المواقع وبحترم كل الزملاء وماليش دعوه بحد. انا البعثه لم يؤكد لي حد ان في جلسه باكر، قال لك قدمنا الالتماس وما زلنا ننتظر، ما عندناش اي حاجه تقول ان الجلسه باكر الخميس. كمان المحامين اصدقائنا كبار محامين الامارات اصدقائنا قال لك لم يذكر ابدا ان الجلسه تم تقديمها، ولكن وارد يجي قرار في اي وقت.
حتى الآن الجلسة في موعدها الثلاثاء، ممكن بعد ما أقفل البرنامج يحصل جديد، ممكن بقى قبل ما أقفل يحصل جديد، ولكن حتى الآن لا جديد. الجلسة في موعدها الثلاثاء مع كامل الاحترام لكل المواقع والتلفزيونات. بالظبط يا كابتن، لكن يا كابتن الكلام كان جاي من داخل البعثة لما تدورت ونزلنا كلنا على المواقع وعلى الجرائد وعلى كل الأخبار، كان فعلا يا كابتن هناك كان في التماس مقدم من يا باشا. أنا لو سمحت يا بيه مش عايز أشتت المشاهد، أنا على الوضع الآن الالتماس لم يتم الرد عليه ولم يقبل حتى الآن. بالظبط 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 يا كابتن عبد الناصر، بالظبط مش عايزين بقى نشتت الناس، الكلام واضح. شكرا جزيلا. اذا الخبر القادم الينا من ابو ظبي تغيير احد محامي نادي الزمالك المكلفين او الموكلين بالدفاع عن عبد الواحد وشلبي ودونجا، والاستغناء عن واحد منهم وتوجيه الشكر لي، وتعيين المحامي حسن الريامي محاميا بديلا. وحتى الآن لم يصل لبعثة الزمالك ولا محامي الزمالك المرزوقي وحسن الريامي الجديد أي شيء يخص أن هناك جلسة باكر الخميس، ولكن وارد يحدث كل شيء، ولكن حتى الآن لا قرار ولا قبول للالتماس. سامح عن روح تاني لأبو ظبي مع كل جديد.